يا هو انا اول مره اخش على تيم اوف ذا ويك من ساعه ما ابتديت اللعبه، ده حاجه غريبه. انت بتدي كابتن جمعه انستراكشنز؟ ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم ادهم جمعه وحلقه تجاره جديده. النهارده هنتكلم عن ازاي تتاجر دلوقتي بعد الفوتمس. خلاص ده اخر تشالنج، اقول هفتح الباك بتاعته دلوقتي للفوتمس، واللي داخلين عليه بقى الاسبوع اللي قبل تيم اوف ذا يير. وفي يعني كده في ايه يعني تسليكه كده في السوق هنعرف نعمل منها فلوس ان شاء الله. بس قبل ما نبتدي انا بس عايز اعترف لكم اعتراف، انا زعلان منكم. يوم ما فوتمس ابتدى واللعيبه رخصت في الاول سنه، والتشالنجات كانت وحشه، اللي هي الاسبيسات كانت وحشه، والاسعار وقعت بعد كده قام ظبطوا، فالدنيا عليت. لما الدنيا وقعت، يا ادهم انت ليه بتعمل كده، انت مش عارف ايه، انت خسرتنا، انت السبب، ومش عارف ايه، فلان وقع، علان وقع، انت وديتنا في داهيه. لما عليوا تاني وكسبته ولا الهوا، فلو سمحت لو سمحت قبل ما نبتدي الفيديو، اللي مش عامل لايك لو سمحت ينزل يعمل لايك، واللي مش عامل سبسكرايب يا ريت ينزل برضه يعمل سبسكرايب، ويقول لي لو تاجر في الفوت مستاجر بمين وكسب قد ايه. دي حاجه بتبسطني فوق ما تتخيلوا. لما تقول لحد يعني بتقول النصيحه للتجاره، اشتري يا عم كذا او اعمل كذا، وتنفع، بتبسطني جدا. فيا ريت لو تتكرموا تكتبوا لي في الكومنتس عملتوا ايه في الفوتمس، كسبتوا ولا ما كسبتوش، كسبتوا قد ايه، استثمرتوا في مين، الحاجات دي كلها، وخلينا نشوف الدنيا مشيت ازاي ونساعد بعض. بس قبل بقى ما نبتدي تعال نفتح الباكيه دي اللي محدش عارف برضه هيطلع فيها ايه. تطلع دي فيها حاجه صح؟ فيها شاشات بس، يلا احسن منه. يو سي اف دي باي، اول مره اطلع لي السنه دي. عامل كام يا ابني النهارده؟ عامل كام في سوق الغريب اللي احنا فيه ده؟ ماشي، باك مش وحشه. طيب يا جماعه بصوا، ده تيم اوف ذا ويك اللي لسه نازل، اللي هو هيبقى فيه حلقه الجواز بتاعته، ويا رب يطلع لنا اي حد من الحمر دول. طبعا كلنا عايزين نيمو، كلنا عايزين نيمو. يعني انتوا مش شايفين الكارت كام، وشوتينج زق شويه، ودايناميكس بصوره دايناميك وشغل عالي، مع ان انا مش طايق نيمار، بس يلا ما علينا. تيم اوف ذا ويك ده مليان لعيبه الناس عايزاها، ومليان لعيبه غاليه، نيمار، ويرنر، الالن الى حد ما، جمبري ممكن شويه، سواريز مقبول، فيرمينو، لوكاكو، عندك طبعا على الدكه اللي طلع عين اهلي بنيدر، العيال دي عليها طلب تمام. والسنه اللي فاتت او في كل اخر او اول سنه، السنه مش سنه فيفا، السنه العاديه، بينزلوا تيم اوف ذا ويك تشالنج تمام. طيب تيم اوف ذا ويك تشالنج عاده بيطلبوا ايه؟ 83 لو سكواد ده 83، لو انتريدبل سكواد ده 83، وانفورم لو تريدبل تمام. يعني الانتريدبل 83 مش محتاج انفورم، وتريدبل والتريدبل 83 محتاج انفورم، ده اللي بيمشوا بيه دايما. طيب احنا عن النهارده الاربعاء، بكره الخميس الجوائز، الاس بي تي دي هتنزل جمعه السبت، يعني في خلال اليومين الجايين على طول. فاحنا نعمل ايه عشان نكسب فلوس في الفتره دي، بما ان كل حاجه في العالي لسه ما وقعتش ومش في ارخص حالاتها. احنا هنمسك ال 83 اللي هم من الدوريات الكويسه والمراكز الكويسه، ونحاول نجيبهم باسعار نعرف نكسب فيهم. طيب عشان نبقى في الصوره، مراد ده دلوقتي ب 2400 باي ناو، طبعا ده سعر غالي شويه. بكره ان شاء الله او وقت الجوائز او بعد النزول الاس بي سيات بتاعه الساعه 8، طبعا يفضل يا جماعه ما بين الساعه 10 الصبح و12 1 الظهر توقيت مصر تشتروا، ده احسن وقت تشتروا فيه. فحاولوا تجيبوا مرادة ده 1700 1800 تحت ال 2000، سعر مقبول، مش احسن سعر، احسن سعر تحت ال 1500، بس ده هيبقى صعب. واللي انا بقول لكم عليه ده انا بقولها لكم من دلوقتي اهو، في مخاطره. اللي بقوله لكم عليه ده في مخاطره، بس مخاطره خسائرها قليله. بمعنى ايه؟ بمعنى اسوأ الامور لو جبت مرادة تحت ال 2000 تمام، وما نزلش حاجه وما غليش، وانا اشك ان هو ما ينزلش. انا بقول لكم، انا مش هقول لكم كده الا وانا متاكد بنسبه عاليه ان هو هينزل، مش هتخسر فيه قوي، لان ال 83 هيجي له حاجه تطلب،
هيجي اس بي سي تطلبه يعني مش هتغلبه، مش هتعرف، صعب قوي تخسره فيه يعني، مش من الانفستمنتس اللي مش مضمونه، بالذات اللي هم الرخاص. انت بتشتري حاجه رخيصه يعني ان هو يرخص اكتر دي بتبقى يعني نسبتها قليله، بس انه يغلى في نسبه كويسه. طيب هل لأدهم يعني هنستفيد ايه او هنكسب قد ايه لو اشترينا مرطة والامثلة التانية اللي هقول عليها؟ اللعبة دي وقت التيم اوف ذا ويك اس بي سي اللي فاتت لما نزل بيست اوف تيم اوف ذا ويك كان الناس كلها عايزة تعملها، والتيم اوف ذا ويك كان حلو فغلاها، كانت بتلاتة ونص. هل يا ادهم هتبقى بتلاتة ونص تاني؟ مش متأكد، لان التيم اوف ذا ويك ده ما فيهوش بقى القوة اللي هي هتموت وتعمل الاس بي سي، كله عايز نيمار. طبعا نيمار ده هي وسعره ده هيقع، محدش يشتري نيمار الفورم ده، لان لما نزل الاس بي سي سعره هيقع جامد، هيبقى تحت 1.5 مليون مستريح. فتوقعي انه ممكن لو جبتهم تحت ال 2000 تبيعهم في اخر الالفينات او الثلاثات، ويا عالم ممكن مثلا ايه تنزل بيست اوف ذا ويك تيم اوف ذا ويك تاني، ممكن تعمل اي حاجه عشان تزوق السوق. فطبعا هيغلوا لو الاس بي سي نزلت، يعني مستحيل يفضلوا بنفس السعر، عشان كده كده هيتزقوا، كده كده الناس هتبقى عايزه تجيبهم. فده انا شايفه استثمار مضمون سريع، هتكسب بسرعه لان خلاص على طول، وحاول تجيب بيد على قد ما تقدر. تستثمر قد ايه؟ استثمر كل اللي تقدر عليه. وبالنسبه اللي معاه فريق فيه لعيبه غاليه، انا احب احذركم من حاجه، معاك ايكون غالي بما فيهم كرويف اللي عندي ده، نيمار، مبابي، ميسي، رونالدو، اي حد، كل دول بنسبه جامده جدا هيقعوا في وقت تيم اوف ذا اير، بنسبه جامده جدا هيقعوا في تيم اوف ذا اير. ف يفكر ان انت تبيع، شوف انت حسابها، ابيع وما استمتعش باللعيبه دي فتره ولا استمتع واسيب. انا عن نفسي لسه مش مقرر بكل صراحه، يعني انا نيمار ب 750 بصوا شريب كام، عادي انا عايز العب بقى، كس زهقت من ويليان وزهقت من والعيال الكحيان اللي كنت بلعب بيها وفاردي والعالم دي، قرفت منه. فحبيت صراحة وجايب كرويف ده، مش باحسن سعر، هو لسه بنفس السعر ده، هخسر فيه طبعا لو حاجه بسيطه لو بعته، بس هعرف اجيبه ارخص. بس ممكن انا بفكر لو خلاص دماغك يا عم ادهم انبسط يا عم بيه والعب، فانا اللي بفكر اعمل كده. هخسر فيه ايه؟ 200 300 400 الف، خلاص اعمل ايه؟ ما فيفا عايز انبسط، ده طريقه تفكيري، وده برضو لازم تفكروا بالطريقه دي، ان هي المتعه، الفلوس مش كل حاجه. حسن انا بطلب ايد حد، لا الفلوس فعلا مش كل حاجة، التجارة مش كل حاجة، حاولوا تنبسطوا. يعني هي لعبة خرا صراحة، او لعبة مش حلوة في معظم الوقت، فحاولوا تنبسطوا بيها. ففكروا قبل ما لو انتوا تبيعوا بقى وتخلص من فريقك. تعالوا بس اديكوا امثلة تانية ليها دعوة بالتلاتة وتمانية تستمروا فيهم. يعني اخو مرطة، تسألونيش ليه هو بيبقى ارخص من مرطة مع انه نفس الريتنج والنفس كل حاجة. دييجو كوستا ب 2200 شكله بنفس سعر مرطة، تمام هتلاقيه ب 2400 نفس سعر مرطة، نفس الفكرة، تحاولوا تجيبوه نفس سعر مرطة، تحاولوا تجيبوه باقل من 3000، مع العلم ان مش كل 83 بالرخص ده. وطبعا ابعدوا عن الحراس، انا مش محتاج اقولها كل فيديو، حراس بره الحزبة. في 83 تانيين غاليين قوي مش فاهم ليه، بس هنبعد عنهم، احنا نركز على بتوع الاسباني. ممكن برضو فكر في هالر مهاجم ويست هام ب 2400 دلوقتي، وممكن يبقى اقل من كده كمان، ده لو تجبته تحت ال 2000. لا ده هالر برضو كويس، يعني مش احسن لينكات مش هكدب عليكم، بس دوري انجليزي فرنساوي مش وحش. انا نصيحتي طبعا ركزوا على الاسباني، ممكن مثلا انيستا مع انه برضو مش احسن حاجه بس اسباني، بس هم دول ارخص ناس دلوقتي، لان باقي معظمه لسه غالي من الفوتنس. يعني انيستا اقل من 2000، ده واحد بقى زي انيستا لازم تجيبه برخيص قوي، لازم تجيبه برخيص قوي، لان هو اصلا لعيب جنسيته بس اللي كويسه، انما الدوري بتاعه مش بيساعده تماما. فهي كقاعده عامه ما تجيبوش، يعني ما تجيبوش اكتر من 2000، وتنقوا يا جنسيه ومركز كويس تمام، او دوري كويس، او الاثنين مع بعض، طبعا دي احسن حاجه. فحاجه زي كده لازم تركزوا عليها جدا جدا وانتوا بتشتروا، ونقوا كويس، وتابعوا اسعار اللعيبه دي قبل ما تشتروها، وخلي عندكم صبر، يعني وانتوا بتشتروا
خلي عندكم صبر ما تستعجلوش. الا بقى مثلا اللي في حالاتي ساعات بيبقى مثلا في الشغل مش فاضي، ما عندوش وقت كتير قوي ان هو يرمي فلوسه في حاجة فبيستعجل. طيب استثمار تاني مش عارف اقول عليه مضمون اكتر ولا مش مضمون اكتر، بس فاكرين في الايكون سوابس اللي فاتت اول ما نزلت طلب الفيرست اونر اوبجكتيف 7 فيرست اونر مش عارف من دوري ايه والناس كتيره بقى كانت من كل الدوريات. فمثلا عشان الدوري الفرنساوي الجميل ما فيهوش رايت باكات مثلا كتيره، فلما كنت رايح اجيب مثلا اجيلار ده العب بيه في فريقي انا عايز العب بيه، يعني نفسي العب بيه عشان اخلص الاوبجكتيف عشان هو يعتبر احسن رايت باك رخيص في الدوري الفرنساوي. كان بفوق 2000 ليه؟ لان كل الناس عايزاه. فاستثمار فيه مخاطره، بس مخاطره ان انت مثلا مش يعني حاجه اسمها opportunity cost، ان انت رميت فلوسك في الكارت ده وما غليش، بس لو كنت رميتها في كارت تاني كان هيغلى، فانت مش خسران حاجه بس خسران فرصه ان انت كنت استثمرت في حاجه تانية. لو حد مش فاهم عيد الحته دي تاني وهتفهم بسهوله. فاجيلار بدوا عليه ب 700-800 ان شاء الله، ان شاء الله وقت لما ينزل بكره الساعه 8 الاوبجكتيف بتاعت السوابس والايكونز الجديده هتلاقوا ان ده هيدبل مستريح، هيعدي ال 2000. نفس الفكره تتطبق على واحد زي فيربو تحت ال 1000، قرب الكويك سيل على قد ما تقدروا. ليفت باك برشلونه اسباني بيلينك مع كل حد ورخيص وعليه هيبقى عليه الطلب. ونفس الفكره بتطبق على اي لعيب في الـ في الـ في الدوريات الكبيره او الدوريات اللي بيطلب منها الاوبجكتيف دي، عشان ما عندكش اوبشن غيرهم. نفس الفكره مع الاخ ده، هو طبعا مش رخيص زي اجيلار مثلا بتاع الدوري الفرنساوي، بس في الدوري الايطالي انت ما عندكش غيره فلورنسي وده ارخص من فلورنسي بكتير. فده لو عرفت تجيبوه بيد رخيص محدش اللي بقوله لكم ده محدش بيتكلم عنه ولا شفته في اي حته ولا عليه طلب ولا عليه زحمه، فدي تجاره في الرايق خالص، في الرايق قوي، لان محدش عارف، يعني محدش كله مسقط الموضوع ده. وبكره لما الناس دي تعمل فرقه بتاعت فيرست اونر هيلاقي ناقصه رايت باك، لا ناقصه رافت باك، لا ناقصه المراكز الحساسه قوي دي، فهيضطر يجيب الناس دي. فاي رايت باك ليفت باك حلو انت شايف انك ممكن تلعب بيه تمشي بيه حالك في الاوبجكتيف وفي الدوريات الكبيره، فده تجاره تانية وسريعه، يعني انت هتجيب وقت الجوائز هتبيع بالليل لان الاوبجكتيفز هتنزل بالليل. فلو انت بتتفرج على الحلقه دي قبل الساعه 8 بتوقيت مصر، لو قبل نزول اي حاجه خش في الحلقه حالا واجري جيب، اجري على طول، جيب 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 على طول، ورب يعني تشوفوا الحلقه دي قبل الجوائز اللي بتفرق قوي في الحاجات دي. فدي ما باختصار كده الحاجات اللي مؤقتا ممكن نعملها في الفتره الجايه في اليومين الجايين. هيبقى في حلقه، احنا تيم اوف ذا يير قرب، تيم اوف ذا يير 6 يناير يوم الاثنين مش ده اللي بعده، هيبقى في حلقات برضو قبليها لو لقيت حاجه مستاهله ان اطلع اتكلم فيها، حاجه من فرصه نكسب منها فلوس هطلع واقول لكم على طول. وكمان انا لسه منزل حلقه بوديو عن وضع بقى السوق اللي حصل فيه بسبب الفوتمس واستفدنا ايه وازاي ممكن نطبق الحاجات دي واحنا نتحرك قدام. يا ريت تنزلوا بوديو دلوقتي وتخشوا تعملوا سبسكرايب هناك وتسمعوها، بجد هتفيدكوا جدا وهتديكوا كده زي ايه منظور عن السوق بيتحرك ازاي. وبس لو عندكم اي اسئله ما تنسوش تسالوا في الكومنتس او توصلوا لي على تويتر، اسهل طريقه توصلي بيها على تويتر. وما تنسوش برضه تعملي فولو هناك، وتنسوش تعملوا فولو على انستغرام لو سمحت، اللي مش عامل فولو على انستغرام يروح يعمل فولو على انستغرام، تنسوش تعملوا لي لايك على فيسبوك برضه. وبس ولو وصلت الحته دي في الحلقه وما عملتش لايك وما عملتش سبسكرايب انا هزعل منك، فلو سمحت انزل اعمل كده. كان معاكم ادهم جمعه، اشوفكم في حلقه تانية قريب، سلام.